عزيزي احمد شمراني، بس بسرعه يعني شديده، ثلاث اسماء اول ثلاثه برايك، من هم؟ واحد اثنين ثلاثه. اعتقد بحزب التصويت حتكون عمر السومه، ايوه سالم الدوسري، وربما عموري، طبعا مع احترامي لصلاح، طبعا كلنا مع صلاح، لكن بالنهايه بتتكلم انت مع ناحيه تعامل وتجاذب واتصالات وتفاعل، التفاعل بيكون للثلاثه اللاعبين. انت لمين صوتت؟ اكيد لا لمين؟ انا صوتت لعمر السومه على طول من هنا، وبعد شوي بصوت له يعني. ما فيك صوت غير مره.